واصل المارد الأحمر تدريباته تحضيراً لمباريات دوري أبطال إفريقيا التي سيبدأها بمواجهة فريق شباب بلوزداد الجزائري. وعقد مارسيل كولر المدير الفني محاضرة فيديو مع اللاعبين أعقبها اجتماع قصير في ملعب التتش بحضور خالد بيبو مدير الكرة. أعلن أمير توفيق مدير التعاقدات والقائم بأعمال المدير التنفيذي لشركة الأهلي لكرة القدم عن تعاقد النادي الأهلي مع محمود الزنفلي حارس مرمى فريق الداخلية لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة وبنية الشراء. أكد خالد بيبو مدير الكرة بالقلعة الحمراء أن الفريق سيخوض مباراة ودية أمام فريق سموحة عصر الغد ضمن الاستعدادات للمرحلة المقبلة. أكد الكابتن خالد بيبو أن الجهاز الإداري يعمل على إنهاء الترتيبات وإجراءات السفر للجزائر استعداداً لمواجهة فريق شباب بلوزداد، وأنه يجري تنسيق موعد السفر مع الجهاز الفني، وأن التنسيق قائم مع الجانب الجزائري والسفارة المصرية لتحديد ملاعب التدريب ومكان الإقامة وغيرها من متطلبات الجهاز الفني قبل السفر بمدة كافية. بدأ أحمد عبد القادر لاعب الأهلي مرحلة جديدة من التأهيل من الإصابة التي لحقت به مؤخرة. وأوضح الدكتور أحمد جبلة طبيب الفريق أن اللاعب بدأ اليوم مرحلة الجري السريع على ملعب التتش، وهناك تحسن كبير وتقدم في البرنامج العلاجي والتأهيلي. كما أن وسام أبو علي لاعب الفريق بدأ مرحلة العلاج الطبيعي والتأهيل في الجيم اليوم للتخلص من الإصابة التي لحقت به خلال التدريبات. قرر مجلس إدارة اتحاد كرة القدم توجيه الشكر للبرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخبنا الوطني وجهازه المعاون مع دراسة السير الذاتية للمدربين الأجانب وعرضها في الاجتماع القادم. وقرر المجلس الموافقة على تعيين الكابتن محمد يوسف مدربا عاما للمنتخب لحين اختيار مدير فني أجنبي وتشكيل باقي الجهاز، كما تم الموافقة على اختيار مدربين لعمل معايشة خارجية والموافقة على تعيين الكابتن علاء نبيل مديرا فنيا للاتحاد. كما تم توجيه الشكر للجهاز الفني للكرة النسائية والموافقة على عمل بروتوكول إدارة وتنظيم دوري الأكاديميات بالشراكة مع شركة استادات للاستثمار الرياضي والتسويق مع الشركة المتحدة للرياضة. اختار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف هدف نيني دورجليس لاعب منتخب مالي في شباك كوت ديفوار كأفضل هدف في ختام دور الثمانية بكأس أمم إفريقيا. ونشر الحساب الرسمي للكاف الهدف وعلق قائلا: صاحب هدف اليوم هو نيني دورجليس. أشار إيمرس فاييه مدرب منتخب كوت ديفوار إلى أن مشوار منتخب بلده في كأس أمم إفريقيا كان قد انتهى بالتقريب قبل أن يستعيد الأمل بعد فوز المغرب على زامبيا بعد التأهل كأحد أفضل المنتخبات في المركز الثالث، مشيرا إلى أنه مع فريقه تمكنوا من استعادة الحياة مجددا بعد مباراة المغرب مع زامبيا. أعرب خاص بيسيرو مدرب منتخب نيجيريا عن رضاه عما قدمه لاعبو حتى الآن في نهائيات كأس أمم إفريقيا وبلوغهم المربع الذهبي. ورغم ذلك أكد أنه سيسعى لتحسين الكفاءة الهجومية بجانب مواصلة تعزيز مكانته كأفضل دفاع في المنافسة، حيث تلقت شباكه هدفا واحدا فقط. شارك الدولي الألماني أندريه تيرشتايغن والبرازيلي رافيانا في تدريبات برشلونة بعد غيابهما بسبب الإصابة ليبدأ أولى خطوات العودة استعدادا للمباريات المقبلة. وشارك اللاعبان في جزء من التدريبات الجماعية واقتربا من الحصول على التصريح الطبي للمشاركة فعليا في المباريات. حقق فريق توتنهام الإنجليزي رقما سلبيا بعد سقوطه في فخ التعادل مع إيفرتون بهدفين لمثلهما ضمن منافسات الجولة 23 من الدوري الإنجليزي، ليفشل توتنهام في الحفاظ على نظافة شباكه في آخر 14 مباراة له في الدوري الإنجليزي واستقبل 27 هدفاً.